وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عضو هيئة علماء المسلمين في العراق ثامر العلواني. أهلا ومرحبا بك أستاذ ثامر، بداية في الذكرى 98 لتأسيس الجيش العراقي والتي تمر ذكراها اليوم، كيف انعكس قرار الغزو بحل الجيش وتسريح منتسبيه على أمن واستقرار العراق والمنطقة؟ حياكم الله أخي الكريم. حياك الله. إذا تكلمنا عن الأمن والاستقرار في العراق فإننا نتكلم عن الخراب الواضح في العراق اليوم والتنكيل البشع بحق المواطن العراقي الذي لا يأمن على نفسه وأهله في ظل الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال التي كان همها السلب والنهب وانتشار الفساد في كل مفاصل ومؤسسات الدولة. وإذا تكلمنا عن استباحة الدماء فإننا نتكلم عن جرائم كثيرة ارتكبها ما تسمى الميليشيات وما تسمى قوات الاحتلال وأيضا الحكومات المتعاقبة. فجرائم الحرب التي ارتكبت بحق العراقيين في الموصل وجرف الصخر والفلوجة وصلاح الدين وغيرها من المدن شاهد على حجم الإجرام المرتكب بحق العراق. في الوقت نفسه نجد حدود العراق مستباحة، سيادته منتهكة من دول أصبحت هي المتحكمة بالعراقيين والعراق كله، بل ويسعى الجيش الحالي والميليشيات الحكومية جاهدة لخدمة مصالح إيران وتنفيذ الإملاءات الأمريكية. فبالنتيجة انعكس احتلال العراق وقرار حل الجيش على التوسع النفوذ الإيراني في المنطقة على حساب أمن العراق واقتصاده وعلى حساب مجتمعه جميعه. فبعد أن كان حامل وطن الجيش كان حامل وطن ومدافعا عن الأمة وواقفا أمام الأخطار التي واجهتها الأمة، أصبح مصدر تهديد للشعب العراقي والأمة خدمة للمصالح الأمريكية والإيرانية. طيب لماذا كان من الأولويات القصوى للغزو الأمريكي ومن جاء معه هو عملية الانقضاض على الجيش العراقي وتفكيكه واغتيال ضباطه في كثير من الأحيان؟ يعني هذا يأخذ من ناحيتين، أولا لإضعاف العراق، ثانيا خدمة المصالح الأمريكية، عفوا المصالح الكيان الصهيوني. فالأمريكان لم يأتوا مصادفة للعراق لاحتلاله، وإنما هي خطة مدروسة خطط لها منذ عشرات السنين، وهو أنه لا بد من تفتيت العراق وسوريا ودول المنطقة على أساس عنصري وطائفي. وأول خطوة في هذا المشروع هو تفتيت القوة العسكرية العراقية لأنه الأخطر على الكيان الصهيوني في المدى القريب كما كانوا يصرحون بذلك. والهيئة اليوم بيّنت في بيانها أن التفريق بعوامل القوة وأسس الدفاع هي مصيبتنا اليوم في العراق وفي الأمة كلها، وتكالب الأعداء علينا هو بسبب الضعف والخوف الذي أصاب الأمة بدولها وحكامها. وللأسف أصبح هذه المؤسسات الجيش والأجهزة الأمنية أصبحت تستخدم ضد الشعوب لقمع تطلعاتها وسلب حقوقها لأجل الآخرين. فالاحتلال محى جيشا مهنيا وطنيا واستبدله بجيش ضعيف لا يقر بالولاء للوطن، وهو ما يجعل العراق ضعيفا هشا يسهل انقياده وتوجيهه، وهذا ما حصل في العراق للأسف. برأيك لماذا لم تنجح كل هذه الحشود المليونية المسلحة من الجيش الحالي وفروعه لمكافحة الإرهاب والميليشيات والفرق الطائفية المساندة له في صناعة استقرار وأمن العراق كما هو موجود في باقي دول العالم؟ الجواب بكل بساطة، هذه الحشود المليونية من الميليشيات والأجهزة الأمنية والجيش الحكومي هي الآن جزء من المشكلة، فهي من تقتل وتعتقل وتظلم لأنها أسست منذ البداية على أسس طائفية وعرقية، ثم جاءت بعدها الميليشيات الأكثر طائفية والأفحش إجراما لتستولي على الوضع الأمني وتتحكم به بالكامل كيفما شاءت بلا رقيب أو حسيب. وحوادث كثيرة من الظلم والإجرام جرت وتجري إلى الآن، ولا أحد يستطيع أن يقدم شكوى ضد هذه الميليشيات. أما محاولة محاكمتهم فهذا أمر أصبح شبه مستحيل، فلن يكون هناك استقرار بوجود هذه الميليشيات الطائفية التي لا تحترم قيمة المواطن ومن ورائها وتساندها حكومات أسست على الطائفية المقيتة للأسف. طيب إلى أي حد يكون الكلام دقيق أن إنهاء الوضع الشاذ في العراق لا يتحقق
إلا بمؤسسة عسكرية وأمنية بغير الأسس والركائز المعتمدتين حالياً في هاتين المؤسستين؟ إنشاء مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية وطنية هذه من ضروريات لكل بلد. نعم. لكن لا يمكن أن تكون هي الحل السحري لما يمر به العراق، وإنما هي جزء من كل الوضع في العراق. شاذ الوضع الشاذ الذي يعانيه العراق هو بسبب الاحتلال ومخرجاته من الحكومات المتعاقبة التي ولدتها العملية السياسية، فهو يحتاج إلى إجراءات سياسية، إجراءات تغييرات دستورية واقتصادية وثقافية جديدة بعيدا عن الطائفية والمحاصصة وبعيدا عن التدخل الإيراني والأمريكي. والهيئة دائما تؤكد على ضرورة توفر هذه الوسائل مجتمعة للحصول على الأمن والأمان والاستقرار في ظل دولة تحترم حقوق مواطنيها وتعمل على راحتهم واستقرارهم وعدم شعورهم بالعوز والحاجة. عند ذلك سيكون هناك تعاون بين الأجهزة الأمنية وبين أفراد المجتمع من باب التعاون على البر والتقوى بعيدا عن الإثم والعدوان، وعندها سيكون لدينا دولة ذات سيادة هدفها تحقيق الأمن والرخاء للشعب العراقي. عضو هيئة علماء المسلمين في العراق الأستاذ ثامر العلواني، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.